السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه ام مريم. اليوم باذن الله غادي نقدم لكم واحد الكوتليت في الكوكوط. الصراحه كيجي زوين، يعني بحال محمر في الفران، كيجي واعر. بغيت نتقاسم معكم الطريقه ديالي. دابا ما بقى والو ان شاء الله لعيد الاضحى، يعني بغيت نتقاسم معكم هاد الوصفه هذه. ونتمنى هاد الوصفه اللي عجبتكم تبارطاجيوها مع العائله ومع الاصدقاء. وما نطولش عليكم بزاف، ندوزو المقادير طريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للقوام اللي غادي نحتاجو، بالنسبة للعطرية عندنا هنايا الخرقوم، البزار، سكنجبير، قزبر يابس، عطرية ديال اللحم، ثومة غبرة، والكمون. وغادي نحتاجو الزعتر، شوية الماء، الملحة، الزيت الرومية، واللحم. بالنسبة اللحم انا اختاريت الكوتليت، يعني هذا غنمي ماشي بقري، اختاريت الجهه ديال الكوتليت. نتوما تختاروا الجهه اللي بغيتو، غير هو بهاد الكوتليت هذا كيجي زوين في الصراحه. ومن الاحسن تختاروا الغنمي، يعني هاد الوصفه هذه كتبغي الغنمي، لان الغنمي كيكون فيه ليدام. دابا ندوزو الطريقه ان شاء الله. بسم الله. اول حاجه كناخذ واحد الزلافه، كنحك فيها شويه الزعتر، يعني الزعتر كيبقى على حسب القياس اللحم اللي عندكم. من بعد ما نقيتو مزيان وسخنت المقله وطفيت عليها، كنسخنو مزيان باش ملي كنحكو دغيا كيتحك. غندير منه واحد القياس اللي هو قليل ماشي بزاف. من بعد غنزيد عليها العطريه. بالنسبه للعطريه يعني كتبقى على حسب اللحم الكميه اللي عندكم. انا ميمكنش لي نعطيكم واحد العبار. وبالنسبه للعطريه ديال اللحم راه كتبعد العطار كتقول لي غير العطريه ديال اللحم كيعطيها لك، الا ما كانتش عندكم ماشي مشكل ما ديروهاش. وبالنسبه للثومه غبره، الا حتى هي الا ما كانتش عندكم ديروا واحد ربع دروس ولا ثلاثه دروس ديال الثومه محكوكين كتعوضوها به. صافي، كنزيد الملحه، يعني الملح دائما كيبقى حسب الذوق ديالنا. صافي، دابا غادي ندير الماء اللي غادي يقدنا باش نشرملو هذا اللحم. هذا كيف كتعرفوا دابا هاد اللحم راه غادي نطيبوه بلا ما بلا والو، هو يطلق لنا داك الماء ديالو. صافي، كنخلطوا هادشي مزيان. صافي، غادي نشرملو به هاد اللحم كامل. وبالنسبه للحم كتختاروا اما الغنمي اما البقري، غير هو بالغنمي كيجي احسن. علاش؟ حيت كيف كتعرفوا الغنمي كيطلق داك ليدام ديالو. صافي، يعني معروف بليدام. صافي، دابا غادي نشرملو مزيان. يعني قد ما خليتو فيها الشرموله هذا قد ما كيجي زوين وبنين. دابا انا راني مزروبه بيه، غادي نخليه غير واحد ساعتين تقريبا عاد غادي نطيبو. الا كان عندكم الوقت الكافي من الاحسن ديروا له الشرموله هذه بالليل، والغد لي ان شاء الله ملي كتفيقوا ملي كتبغيو تنصبوه كتلقاوه مشرمل، غير كتاخذوه كطيبوه. يعني ملي كتدخلوا الشرموله كيجي زوين في المذاق. صافي، غادي نكمل بنفس الطريقه، ولا بقات لينا العطريه يعني لتحت وبقى لينا اللحم، غادي نزيد شويه الماء نولي نخلط ونولي نكمل به. كيف كتشوفوا راني زدت شويه الماء هنايا باش كملت به هذا اللحم اللي بقى ليا. وانا كنفضل اللحم ديالي نطيبو بهذه الطريقه على انني نشد اللحم ونبخره. بهذه الطريقه كيجي بنين. وهاد الطريقه هادي يعني خصها طيب في كوكوط، يعني ما طيبش في طنجره ولا في شي حاجه. صافي، دابا راني ستفت اللحم اللي عندي، ودابا غادي نزيد عليه شويه الزيت، يعني الزيت ما نكثروش بزاف. كيف كتعرفوا يعني غنمي كيطلاق ليدام. صافي، دابا ما غادي ندير عليه لا ما لا والو، غيطيب بلا ما. صافي، غادي نسد عليه الكوكوط، يعني انا اصلا خلطته شويه مرقد، ونسد عليه الكوكوط وغادي نديرو على عافيه مهيله. عرفتي العافيه ديالو كتكون مقتوله، ديما طيبو على تساع. الا ما كانش عندكم الوقت، يعني كتبغي الوقت هاد الوصفه هادي، كتبغي طيب على المهل. المهم دابا راني حليت عليه الكوكوط، شوفوا الماء اللي كيطلق، يعني راه ما درت فيه لا ما لا والو، غير هو الماء عفوا البوطه تكون ناقصه، يعني ما تجهدوش عليه البوطه باش كيطيب على خاطره. ومره كنبقى نقلبو فيه، مره كنقلبو فيه باش يجينا داك اللون ديالو موحد. راه في الصحة كيجي زوين كيجي يعني كيجي لذيذ في المذاق. صافي، دابا راه طاب اللحم،
كيف كتشوفوا دابا راه دغيا وجد معايا اصلا هاد اللحم اللي اختاريت دغيا كيطيب، ما مشاتش معايا الوقت كتير. صافي كنقدموه في الطبق ديالنا وكنرافقوه بشويه الكمون شويه مليحه اللي بغى الملح يزيد، وهاديك لاصوص اللي كتبقى ليا في الكوكوط كتبقى لتحت في الكوكوط، يعني هذيك ما كنرميهاش انا، ديك كنديرها في واحد التلافه اللي بغى لاصوص كيديرو قدامه. غير هو البنات اللي كنأكد عليه هو العافيه ديالو تكون مهيله، قد ما خليتوه يطيب على خاطرو قد ما كيجيكم زوين. المهم البنات هذا هو الطبق ديالنا نهائي كيف كتشوفوا. نتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوها مع العائله ديالكم وتجربوها وتقولوا لي كيف جاتكم في التعاليق. المهم السلام عليكم الى وصفه قادمه ان شاء الله، خليت لكم الراحه.